كثير من الأوقات بيخطر على بالنا حدا معين وفجأة منلاقيه عم يتصل فينا أو حتى بيطلع قدامنا بالطريق، أو مثلاً منحس بشي موقف أو فكرة معينة تجاه شخص، وفعلاً بيكون هالإحساس بمحله وصحيح 100%. هلأ بعلم النفس يسمى هذا الموضوع بالتخاطر أو تخاطر الأفكار. صحيح ورد، لكن في كثير من الأشخاص بيصير معهم هذا التخاطر بشكل دائم، وهذا الشيء خلاهم يعتمدوا بالدرجة الأولى على إحساسهم بالتصرف. لنوضح أكثر هذا المفهوم، مفهوم التخاطر وتوارد الأفكار، بيسعدنا نرحب بالاختصاصية النفسية غالية السعيد. يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وصباح الرواق وصباح الأشياء الجميلة بوجودكم. التخاطر كل شيء حلو. أهلا وسهلا فيكي، وصباح توارد الأفكار الإيجابية ببداية الأسبوع الجديد بفصل الصيف، والناس اللي بلشت تتعطل هلأ شوي بعد شوي بكالوريات وجامعات، وإن شاء الله يا رب يكون كلها أفكار إيجابية. يعني قبل ما نبدأ الفقرة كنا تحت الهواء عم نحكي، قلت لك هذا ديجافو، قلت لي لا بيختلف عنه، قلت لك هذا قانون جذب، قلت لي كمان شوي بيختلف عنه. شو بنقصد بتخاطر الأفكار؟ تمام يا أصدقائي، خلينا نبلش بتجربة بسيطة بتصير معنا كلياتنا. بنكون قاعدين بمكان بنذكر أحد الأشخاص، فجأة بتلاقي يا أما بيتصل تليفون أو بيجي بيدخل علينا فجأة. نقول له ابن حلال. يا عيني عليكي، هلا بعيداً عن لفظة ابن حلال لأنه ما فينا مناقشة بالموضوع، هذا الشخص أكيد صار فيه شيء ديناميكية، صار فيه إشارات، استقبل إشارة، استقبل أي شيء، لحتى طبعاً نحن عم نحكي إذا ما كنا نحن متفقين معه. صحيح. حتى في شيء جذبه لعنا، حتى في شيء وجهه لعنا، أو شعر إنه نحن طلبنا نحاكيه أو طلبنا منه أي شيء. علمياً الظاهرة طلعت سنة 1882. نسبة العالم كان اسمه فيدريك، يلي قال انه التخاطر عرف علميا انه هو مجموعة من الاشارات الكهرومغناطيسية والافكار والذبذبات تنتقل بين عقول البشر، وقد يجوز انها تنتقل بين عقل اي كائنين. يعني ممكن يصير في تخاطر بيني وبين الحيوان الاليف اللي موجود عندي، طبعا اكيد ما حينتقل بلفظة كلامية ولكن بافعال. وممكن حتى في دراسة اخرى قالت انه ممكن يصير التخاطر بيني وبين اي كائن حي ينبض بالحياة. هذا الشيء أثبته عالم بمرحلة من المراحل لما راح جاب نبتة، طبعاً نبتة هي كائن حي، وجاب جهاز تبع كشف الكذب، حط الإشارات على المؤشر وفكر بس تفكير أنه أنا بدي أشعل عود الثقاب وبدي أحرقه. بعد شوي صار يلاحظ أنه المؤشر صار يطلع، يعني الإشارات تطلع على الحالة، اكتشف أنه النبتة عم تستشعر أنه في خطر بده يتوجه من هذا الإنسان. طبعاً عاد التجربة مرة ومرات وعشرات المرات، وكل مرة كانت تطلع معه هذا المؤشر، أثبت فيما بعد أن التخاطر ونقل الأفكار والمعتقدات ممكن يصير بين أي كائنين حيين، ولكن بين البشر هو ممكن معمم أكثر، منطقي أكثر، وممكن يوصل لنا برسائل وأشياء مختلفة على كل الأشياء اللي حكينا فيها. طيب أستاذة غالي، إذا نحن عم نقول هي نحن ما فينا ندرجه تحت قانون الجذب، اللي نحن ممكن نفكر نوعا ما أنه والله بدي أجذب أشخاص، ممكن أنه ضل قاعدة عم فكر فيهم أو ضل ناديلهم بعقلي لحتى أنه ممكن يتواصل معي أو يكون في توارد أفكار. طيب هاي القصة كيف ممكن تصير؟ أنا كيف فعلا بشعر بالأشخاص لحتى هنون بيخطروا عبالهم وبيرجعوا بدي أقولي فورا، أو ممكن ألتقي فيهم بالصدفة بالشارع؟ تمام يا عزيزتي، على اعتبار خلينا نقول شغلة أنه هاي الخدمة موجودة عن كلياتنا بدون أي استثناء، يعني كلياتنا عنا في ميزة التخاطر وتوارد الأفكار، ولكن في اشخاص للاسف ما بتعرف هالخدمه فما بتفعلها فبتخليها مطفيه. فينا نفعلها يعني؟ طبعا اكيد، بالوقت حتى ما بنكون يعني اطفال وبسن ممكن نحن نعي فيه. في اشخاص بتفعل هالخدمه بشكل كثير كبير، وطبعا تتجه لاشخاص معينين بيعرفوا قيمه هالخدمه. يعني مو معقول انا شخص مثلا ما بامن بالتخاطر وانت عندك هالخدمه بشكل كثير عالي، وتضلي بتحاكيني وبتبعتي لي بتقولي لك انه طب انا ماني مآمن بهذا الموضوع. بقانون الحياة كل شيء أنت مؤمن فيه وعندك قناعة فيه فهو قابل للتحقيق. صحيح. طب إذا أنا مالي مآمن فيه وما بصدق، للأسف في كثير ناس بتقول عنا ترهات أو ممكن تقول عنا خرافة. في ناس بتاخدها بمنحة تاني بتقول كرامات، ما بتآمن أنه العقل ممكن يكون في عنده هاي المعجزات. طيب إذا أنا أولاً مالي مؤمن فيه فهو حكماً ما رح يصير. كيف بدي أنا أتخاطر مع شخص وخليه فعلاً يشعر فيه؟ بيقول لك لازم يكون أهم شيء في عاطفة بيني وبينه، يعني في نوع من مشاعر الود، ما رح نقول العشق العظيم لحتى يصير متخاطر، أقل شيء يكون في مشاعر من الود بيني وبينه. كيف بيصير هذا الموضوع؟ بيجي أنا فكر فيكي إنه أنا اليوم نور ما شفتها، أنا في بيني وبينك علاقة طيبة وأنت بتعرفي إنه نحن سبق ومنحكي مع بعض. أنت بتكوني بمكان مشغول، يا ترى أنا ما شفتها وينها، هلأ بدي حاكيها. يلي بيصير بيطلع من عقلي إشارات كهرومغناطيسية بتستقبلها عقلك وبتنزل عندك،
تنزل على طريق، اما ممكن يمرق ريحه البارفان تبعي اللي انا بحطه، فانت بتقولي كاني ما شفت غاليه اليوم، او ممكن يمرق حدا يقول لك اسمي او حدا يذكر اسم او اي شيء، او هن تنحكى كلمه من الكلمات اللي انا بحكيها، او بعد شوي تلاقي حالك مسكتي تليفونك تقولي ما بعرف بس انا حسيت انه انا لازم احكي معها. في شيء صاير معك شيء؟ حتى لو نور كانت بالصين وانت بدمشق. يا سيدي اجمالا على هاي الكلمه صار في دراسه فعلا صارت، كانت المحاوله بين فرنسا والهند، يعني المسافه قد ايه كبيره بيناتهم، واكبر العلماء جمعوا على هذا الشيء طبعا بعد تدريب كثير هائل. الشخصين حطوا طبعا كان في معرفه وتواردوا، كانت الدراسه عظيمه جدا، ولقوا انه فعلا صار في توارد بيناتهم. هلا ما تم 100% ولكن كانت في كثير اشارات ضبطت مع بعضها وضبطت، ولكن مو الكل كان لهلا بيامن، ولحد هلا العلم يقف حائرا كثير عند جوانب مظلمه بالنسبه له. طبعا اصلا لليوم العلم يقف حائرا عند كثير فرضيات تعتبر مبرهنات وبديهيات عند كثير من العلماء. يعني مثلا لليوم نشاه الكون جدليه عند كثير من علماء العالم وما قدروا يثبتوها حتى الان 100%. طبعا نحن عم نحكي كعلم، ما عم نحكي كفلسفات دينيه او روحانيه. حتى كمان بيقولوا لك انا انسان مادي، يعني ما بآمن بشيء اسمه ذبذبات عقليه اتجهت من الهند لفرنسا وقالت لها لغاليه اتصلي فيني فاتصلت فيني. انا بآمن انه الطاقه لا تفنى ولا تخلق من عدم، بل تتحول من شكل الى شكل اخر من اشكال الطاقه، وتحتاج لوسط مادي لنقلها، وهالامور الفيزيائيه اللي اثبتها كثير من العلماء. كيف انا اذا عندي هالقناعات بدي امن بالحكي اللي عم تحكيه يا غاليه؟ تمام، اصبت بالحديث تماما، لانه في كثير اشخاص ذكرت كلمه انه بتاخذها على مبدا كرامات ولا تؤمن فيها انه هي معجزه. طب رح اقول لك مثال، نحن كلياتنا معنا تليفونات. انا لما بيكون في شيء لطيف عندك بتليفونك وبقول لك يا ورد ابعث لي، شو حتقول لي؟ افتحي اي وصله اتصال بيني وبينك رح ابعث لك اياه. طب يلي مؤمن انه جهازين من اختراع الانسان بتكوينات تكنولوجيه قدر ينقل من عندك ملفات وصور بدقه عاليه وصارت بتليفوني، ما رح يؤمن انه الانسان بكامل معجزاته انه هو معجزه على الارض انه يعمل هذا التفكير البسيط. يعني هي المعادله، حاترك السؤال المفتوح، تليفونه بينقل بيانات، هل من المعقول مخترع هلا ما بعرف اذا يجوز تشبيه الطرفين بالموبايل والانسان؟ لا. ايه بس يعني كمان الموبايل فيه تفسير علمي ومنطقي. طب خلينا ما كثير نستبحر بانه هذا الموضوع صحيح او خاطئ، انا كيف بدي افعل التفكير الايجابي؟ التفكير الايجابي واليه التخاطر. تمام، برجع بقول لك الفكره الاساسيه تكون مؤمن بالشيء، اي شيء على وجه الارض عنده ايمان قوي منه فهو قابل للتحقيق حكما بدون اي مبالاه وبدون اي جدل. انا بدي امن انه انا هذا الشيء موجود عندي، وانا بدي اتصل معك وبدي احكي معك، في رابطه مشاعر بيني وبينك، ثقه تماما. لو كنت بهي اللحظه انت مشغول، يمكن نايم، يمكن بمكان ما فيك تتواصل لإلي، بعد ما تخلص بشيء رح تذكر هذا الانسان، هتقول في شيء. ودليل الاقوى من هيك اللي هو التخاطر اللي بيصير بين الام واولادها، تكون هي بمكان وهنا بمكان ثاني. ابسط مثال، بتقول دقوا لفلان، ليش ماما هلا راح صاير معه شيء دقوا له؟ وكثير من القصص صارت واثبتت هذا الشيء. والتخاطر القوى اللي بيصير بين التوائم اللي هن عباره عن شخصين بروحين مختلفين، فعلا بيكون واحد بمكان واحد بمكان ثاني، نفس الاحساسات نفس الكلام نفس التخاطر ونفس الشيء. والتخاطر للدرجه الثالثه اللي هو بين الشخصين اللي بيحبوا بعض، بيجي بنحكوا سوا بيقول لك معقول عم تحكي نفس الكلمه، لأننا بيسندوها فيما بعد انه من كثر التعلق ومن كثر الشيء. طبعا لانه تقارب العقلين فيما بعد صار في عندهم نقاط اساسيه بيفكروا فيها، فبيحكوا بهي الطريقه وبيفكروا بهي الطريقه، بيصلوا لفكره انه نحن متخاطرين ومتوازنين كثير مع بعض. صحيح. طيب خلينا نحكي عن موضوع ثاني ومنحة ثاني، التخاطر توارد الافكار ممكن يكون له اثار سلبيه على الشخص اللي عم يتعامل بهي الطريقه؟ يعني عليك على هذا السؤال، فعلا كل شيء بالحياه مثل ما قالوا شيء ايجابي اكيد في له شيء سلبي. انت شخص بتعرفي انه قدره التخاطر عندك رائعه كثير قويه ومذهله، وانت بتعرفي انه ممكن تاثري فيني بنظره بكلمه، ممكن اذا نحن قاعدين بمكان نور طلعت فيني تضايقني، او بتعرفي انه اذا قالت لي مثلا طلعت فيني هيك او ضايقتني انا رح اتلبك. تمام، بهالحاله رح اقول لك انه في كثير ناس عندها القدره على هذا الشيء تستعمله فعلا لبث الرسائل السلبيه، يعني للازعاج، يعني لبعث مسج انه انت حدا مالك منيح او انت حدا متوتر او انا خليني اقول لك ما بحبك. رح اعطيكم مثال ثاني،
خلينا نقول بعلاقة عاطفية مشككة أو مهددة بالانفصال، بتلاقوا الأنثى قاعدة عم بتقول لرفيقتها بده يتركني، ما رح يكمل معي. طب انتي ليش عم تحكي هذا الحكي؟ مطلقا هو بيكون باعت هذا الإحساس، لأنه هو بيعرف أنه هي هلأ خايفة منه، فبيبعت له هذا الإحساس أنه ما رح أتركك، بوعدك يومين وما رح تلاقي وشي. أو بيكون عم يحكي مع رفيقه أنه أنا تارك، أنا ما عاد أبقى، أنا 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 من هالأشياء كلها. يوصلها هي هذا الإحساس، وبعد فترة بتقول لك شفتي أنا هذا اللي كنت عم أقول لك عليه وصار. معناتها لازم نقلبه بالمنحى الآخر. تمام تمام. لازم أنا أبعت توكيدات تانية. في ناس بتبعت توكيدات بس بتكون غلط، كثير ناس بتطلع من علاقات فاشلة بتقعد بتقول رح يرجع رح يحكي رح يعمل، ما بيركز معهم هذا الشيء، لأنه أساساً بيكون الطرف الثاني عمل بلوك، سكر مشاعره تماماً وانتهت صلة الوصل بينك وبينه، فما عاد يستقبل منك أي شيء، صارت كل الإرسالات اللي بتبعتي له إياها بمهب الريح، وما عاد يوصلوا منك أي شيء. حتى في أشخاص من كثر التخاطر اللي بيكون عندهم قوي ممكن يشوفوا بعض بالأحلام، يعني بيجي بيبعت له مسج بيحكي معه قصة كاملة وفي الصبح وهو متلقن كامل. وكتير تجارب صارت وكتير عالم عملت انه هذا التجارب او هذا التخاطر عن طريق التدريب هو متعب جدا 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 جدا, جداً، ولكن بيصير. تمام، ولكن كل شيء بالتدريب ممكن يصير. وفي فعلا اللي بيمارسوا اليوغا تمام بدول الشرق آسيا بيقدروا يثبتوا هذا الموضوع بقوة وبيشوفوا هيك بصائر ممكن تكون مفتوحة لألون. بدي أتشكر كتير لوجودك معنا الاختصاصية بالتنمية البشرية غالية سعيد، أهلا وسهلا فيكي. شكرا كتير، يسعد صباحك غالية، أهلا وسهلا فيكي.